كما زار المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكية الخاصة مركز القوات الخاصة الشيشانية، وذلك على هامش زيارة سموه لجمهورية الشيشان الصديقة، تلبية لدعوة فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف لحضور احتفالات الجمهورية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس مدينة غروزني. وقد استمع المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى إيجاز عن أهداف المركز ومراحل التدريب، واطلع سموه على عمليات التدريب ووسائل القيادة والسيطرة وتدريبات لعمليات مكافحة الإرهاب والاقتحام لتخليص الرهائن وعمليات المحافظة على الأمن. وشارك سموه في عدد من التدريبات الرماية، كما تابع سموه تدريبات القفز الحر في النفق الهوائي الخاص بمركز التدريبات التابع للقوات الخاصة الشيشانية. بهذه المناسبة أعرب سموه عن سعادته بهذه الزيارة، مبديا سموه إعجابه الشديد بالتدريبات التي شهدها وما لمسه من روح التعاون بين أفراد القوات الخاصة الشيشانية، والتي تعكس مدى الجاهزية القتالية وما أظهروه من إصرار وعزيمة ومهارة عالية لتنفيذ المهام على الشكل الذي يساهم في تنفيذ العمليات والخطط العسكرية بكفاءة واقتدار. أكد المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن التدريبات التي قام بها أفراد القوات الخاصة كانت مميزة، وقد استخدم فيها أحدث نظم التدريب المتقدم وفق أحدث النظريات العسكرية، والتي اشتملت على الخطط والتكتيكات العسكرية واستخدام الأسلحة الحديثة والمتطورة. مضيفا سمو أن تلك التدريبات تعكس المستوى المتقدم للقوات العسكرية الشيشانية لمواجهة ومكافحة مختلف التحديات ومخاطر أوجه الإرهاب. أوضح سمو أن الجيش الشيشاني يشهد تطورا متصاعدا ومستمرا بفضل حرص واهتمام فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف على دعمه وتعزيزه دائما بأحدث الوسائل والنظم العسكرية، والتي تساهم في زيادة الخبرات ورفع الجاهزية لأفراده ليكونوا مستعدين للتفاني في تنفيذ الواجبات والمشاركة في العمليات التي تساهم في القضاء على الأخطار التي تهدد السلم والأمن في دول العالم.